جاهلا وجود تناوبية ما بين الحضارة العربية الإسلامية والحضارة الغربية في بناء الحضارة الإنسانية، لا سيما في ميدان العلوم الإنسانية، إذ يتناسى الكثير من أن ما وصلت إليه الحضارة الغربية ما هو إلا ثمرة من ثمار ما قدمته الحضارة العربية التي كانت تستقطب رجال الإبداع لما وفرته من إمكانيات وقدرات في حين كانت أوروبا عاجزة عن توفير أبسط الأشياء من هذا القبيل. ليبقى البعض مشدودا ومنبهرا إلى ما آلت إليه الحضارة الغربية من تطور وتقدم. لقد أصبحنا عاجزين عن إيجاد الحلول التي تمكننا من الإجابة على التساؤلات التي تطرح بخصوص ما آلت إليه الحضارة العربية الإسلامية من تدهور. وهذا العجز جعلنا منبهرين بالنموذج الغربي كامل الأوصاف، وأصبح مجرد اهتمامهم بما قام به الأجداد من جهد في استمرارية البناء الحضاري الإنساني موقفا مسندا لنا وعن الغربيين في مهنتنا الحضارية هذه. إن هذا الوهم الحضاري الذي يتخبط به المثقف العربي يجعلنا مجرد أتباع لهم، نبارك لهم إبداعهم مسافرين ومسندين. لما أشرت إليه من قبل، اسم يعلم الجميع مكانته التي يحتلها في ميدان التاريخ وفلسفته، ولكن هذا لا يعني أن نستسلم لعواطفنا ونحن نتناوله في دراساتنا مما يذكرنا سذجا غير واعي ما نحن فيه، إذ لم يحظ من فيلسوف أو مؤرخ غربي بمثل ما حظي به تويبي من حفاوة واهتمام بالغين في الثقافة العربية المعاصرة. فمنذ العقد الرابع من القرن العشرين تقريبا بدأ اسم تويبي يتردد في سماء الفكر العربي بكونه أعظم مؤرخ وفيلسوف في التاريخ المعاصر، وقد أخذ اهتمام الدارسين العرب به اتجاهات مختلفة ومسارات متنوعة، من الترجمة لمؤلفاته والترويج لأفكاره والكتابة عنه وعن حياته واقتباس نصوصه والدفاع عنه ضد خصومه ومحاكاته في دراسته للتاريخ والحضارة والاستشهاد بأطروحته ضد إسرائيل واليهودية وتأييده في مناصرته للقضايا العربية وكتابة الدراسات عن فلسفته ومنهجه في دراسة التاريخ وغيرها. فعلى سبيل المثال، هناك من نصب نفسه مدافعا حينما كتب محي الدين إسماعيل في كتابه للعاصفة خلال الرياح مقالا حمل عنوان انصافا لفكر صديقنا العظيم بارون تويبي، انتقد فيه هؤلاء الذين يوجهون الاتهام الى كل تلك السطور النبيله التي كتبها صديقنا العظيم كما يشير هذا الكاتب ارنولد تويبي، كما يحذر الاشاره اليه بقوله ان هؤلاء الذين يوجهون التهم الى فكر تويبي ونقل الضمير للتاريخ قد حاولوا ان يشوهوا حقيقه التطور الطبيعي للنظريه التويبيه ونموها الفكري الذي كان ثمره جهد صادق واستيعاب مخلص لمسار التاريخ. وبمثل هذا المنحى العاطفي المؤثر كتب حسين امين وهو يقدم لطبعه اعمال الملتقى الذي اقامه اتحاد المؤرخين العرب عن فكر تويبي يقول: تقديرا لمكانته العلميه ووفاء من العرب لهذا العالم الجليل والباحث الثبت الذي برهن في جميع كتاباته وبحوثه وفي مواقفه العامه انه رجل يعي مفهوم الانسانيه ومستلزم بحق الحقوق الشرعيه لكل الشعوب ومع أمانها في كسب حريتها وسيادتها. إن هذه الجهود العاطفية التي جرى من خلالها تصوير تويبي في الفكر العربي تدل على الموقف من آرائه وكتاباته إنه موقف انفعالي أكثر منه معرفي. فبدلا من البحث فيما كتبه وما قاله تويبي ذهب المؤرخون العرب في دبج ما لا يستزيده تويبي من صفات أخلاقية وإلزاقها بشخصه، فقد وصفه محمود منقذ الهاشمي وهو يقدم لكتابه التحديات الكبيرة بقوله أن تويبي يعد أبرز فلاسفة التاريخ في العالم ومن أشهرهم عند العرب بسبب مواقفه الحرة وتأييده للحقوق المشروعة ودفاعه النزيه عن عدالة القضايا العربية وعلى رأسها قضية فلسطين. وهناك المزيد من الشواهد التي تبين الموقف لأيدولوج الشخصي العاطفي الذي وقفه المثقف العربي من تويبي. أما الدراسات القليلة التي تناولت إنتاج تويبي الفكري فلم تبقى غير تلخيصا لآرائه في كتب تعليميه الغرض منها سد حاجه الطالب في ماده فلسفه التاريخ. كما يظهر لنا ان الاهتمام تركز على تويبي المؤرخ اكثر من تويبي الفيلسوف وتويبي الصديق اكثر من تويبي الباحث المستشرق، اذ لم نجد دراسه اكاديميه نقديه جديره بالاهتمام
عن فلسفة تونج ومنهجه في دراسة التاريخ. أننا نشير إلى ذلك ليس بغرض التقليل من شأن أصحاب تلك الدراسات والنصوص، فربما كانت لهم دور في عمل أيديولوجية كتاباتهم حينذاك، ولكن غايتنا هو الكشف عن تلك العقد الاستشراقية التي تختلط فيها المشاعر بالموضوعية والتفسير بالتصوير، وتغيب عندها الحدود بين الرأي والرؤية، وبين الموقف الشخصي والحقائق الموضوعية، بين الألفاظ والمعاني، بين الموقف الأكاديمي المعرفي المنهجي الأعلاني النقدي، وبين الموقف الأيديولوجي السياسي الانفعالي التعصبي العربي. ومن خلال هذا التناقض والتجاذب يمكننا القول ربما أن يضرب علينا تمييز الذي قاله عامل الأنثروبولوجيا الأمريكي هونت بين الثقافة الشفاهية والكتابية، وذلك في كتابه الشفاهية والكتابة، إذ يقول: أولئك الذين ترصوا بالثقافة الشفاهية يعانون عذابا نفسيا حينما يحاولون الكتابة بوجدان مضطرة، ولا يعلمون أن الانتقال إلى عالم الكتابة المثير يعني أن يطرح وراءهم الكثير مما هو مثير وأثير في عالمهم الثقافي الشفاهي السالف، وكلما زاد الفكر المنمط شفاهيا تعقيدا زاد اعتماده على العبارات الجاهزة والكلمات العامة والصفات المستخدمة بمهارة، والقانون نفسه في هذه الثقافات المكتوب في أقوال محتملة على صيغ في أمثال وعبارات لا تكون مجرد زينة شفاهية مضافة إلى التشريع بشكل، بل تشكل هي نفسها القانون الفعلي. أليس من الأجدر بنا أن نبدأ التمثيل النقدي عبقرية تويبي وننسج على منوالها، بدل من أن يتلقف المؤرخ العربي منهج تويبي بالنقد لكتابة تاريخنا وحضارتنا برؤية منهجية حديثة مستغربة؟ اكتفى الكثير منها بكل المديح تويبي وما فيه من العرب واليهود. إننا نشير إلى ذلك ليس بنية المخالفة والتقليل من عطاء الآخرين، بقدر ما هو أن هدفنا من تلك الملاحظات النقدية لموقف بعض المفكرين العرب من تويبي هو أن نتحرر من تلك العقدة الاستشراقية التي كرستها سنين طويلة من هيمنة الثقافة الغربية على حياتنا، وننظر بعين جديدة إلى التراث الاستشراقي الميناء الذميم. لقد أصبحنا الآن من غير أجوبة، لأن الأسئلة التي طرحناها في الماضي لم تكن متطابقة للواقع أو مطابقة للواقع، لذلك جاءت أجوبتها المخيبة للآمال. إننا اليوم نعيش لحظة كارثية ومصيرا فاجعة بعد أن تحطمت آمالنا على صخرة التاريخ العتيدة التي لا ترحم، إذ بتنا أشهى بسفينة لا غرق ولا أموال بعد أن فقدت الاتجاه ولا تلوح في الأفق المظلم أي بارقة من الأمل من النجاة. إن مأساتنا تكمن أننا تعاملنا مع التاريخ بحسن نية ساذجة ومنحناها معنى ليس من طبيعته في شيء، حين توهمنا أنه أشرف بغل حرون ينقل قيادته بالصوت لتربيطه. على هذا النحو نحن مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى باتخاذ موقف نقدي عقلاني شاذ من تاريخنا وتاريخ الآخر الغربي الذي حاول تشكيلنا على هواه ومصالحه وأوهمنا بأن هذا التشكيل الذي نحن فيه هو الصورة الحقيقية لنا، لنرى بقدر مختلف ومتخلف وهامشي، ولا بحكم النسبة النسبية للحقائق وشروط التاريخ، بل نتيجة لحتمية الأشياء وطبيعتها الأبدية. كل الأشياء يبدأ من كل شيء يبدأ من الذات، لا شيء يمكن انتظاره من الخارج، فقد قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله العظيم. في ظل ما تقدم يمكن القول أن موقف تونج من الحضارة العربية الإسلامية والقضايا العربية موقف، وموقف العرب من تونج قد تنفهم كثير من سوء الفهم والتشويش، وعلى الرغم من أن الموقفين التقيا عند مختلف الطرق الرافضة للاستعمار الصهيوني واختلف فيما بعد على ذلك، بل أن غاية تونج في نهضه للصهيوني تختلف عن أهداف العرب من ذلك النهض، وهناك أمور كثيرة تستحق مزيدا من النقد والتقييم لا المدح والتسجيل. واكتفي بهذا القول، والسلام عليكم ورحمه الله. على هذه المداخله الطيبه، ونعتقد ان الامل بخار في ان يخيب املنا. استفدنا كثيرا من هذه المداخله في حدود زمنيه مضبوطه. فكره الانبهار، هذه روح الانبهار التي صبرت بشكل او باخر الانسان العربي او الانسان العام بشكل عام، هي في الحقيقه عندها اساس نفسي، اساس نفسي يعبر عنه العلماء بالشعور بالدونيه
ابن خلدون أشار في محطات كثيرة بأنه قال من الكلام ولوع المغلوب باتباع الغالب، المغلوب دائما مولع باتباع الغالب، لكن هذا لا يعني أن الاستشراق لم يقدم خدمات، يعني كثير من الأمور من تراثنا عرفناها من قبل الاستشراق، ابن خلدون نفسه ورد إلينا من وراء البحر، يعني لكن هنا استشراق ايديولوجي يعني له اهداف معينه، ممكن استشراق مفيد. معنى الاستاذ نبقى يعني لا نغطي الفضاء الفكر الغربي لنعالج على احدى مدارس المانيا مدرسه فرانكفورت مع الاستاذه سهل فاطمه لتقدم لنا ورقه حول نقد لا عقلانيه التاريخ عند مدرسه فرانكفورت متخذه كل من أظنه وفاركايمر نموذجين في هذا الفرح هذا مشكورا. شكرا استاذ الرحمن الرحيم واحد الجميع. مداخلتي كانت ضمن نقد العقلانية التاريخ عند مدرسة فرانكفورت باعتبار أن العلوم الإسلامية العلوم الإنسانية التاريخ هو جزء من هذه العلوم. وتناولت مدرسة الألمانية اللي هي مدرسة فرانكفورت انطلاقا من أظنه وفاركايمر لتناولوا نقد العقلانية التاريخ انطلاقا من الى الموجه الاساسي الى النظره الهيجيليه المطلقه او نظره المطلق عند هيجل في التاريخ والرجوع الى الفرديه او الفرد باعتبار ان هذا الفرد هو العنصر المغير في التاريخ وايضا الانطلاق الى الخصوصيه بدل الشمول في التي كانت تقر عليها مدرسه فرانكفورت مع مارك هايمر وادورنو. ان الرقعه والافكار التاريخيه التي يمكن استخلاصها من مدرسه فرانكفورت وهذا انطلاقا من النقد الموجه اساسا لفلسفه التاريخ حد ذاتها التي يصورها هيجل. يتمثل مضمون فلسفه التاريخ لدى مدرسه فرانكفورت في المبادئ النظريه النقديه اي النظريه النقديه التي اسستها او التي اسسها كل من ادورنو وهوكهايمر انطلاقا من كتابهم المشترك اللي هو جدل العقل. قلت في المبادئ النظريه التي استعمل كوسيط بين الازمه الفاعله في التاريخ والازمه الفاعله في المفهوم. لأن هناك تضارب ما بين الأزمة الأولى والأزمة الثانية، فمن الضروري التأليف بينهما، لذا يجب التفكر فلسفيا في التفكر فلسفيا بالتاريخ حتى نملك القالب المفهومي للمنطقة الاجتماعي، إضافة إلى الميزانية الأرقامية في تعاليمها إلى أبراج المطلقة. إن النظرية النقدية محاولة جعل العقل النقدي تأسيسا لازما ومشروطا وهذا من خلال إحداث فصل بين العقلاني وبين العقلاني والواقع. بغية البحث عن الرؤية عقلانية للعالم يعترف بها ويعترف فيها بالجزء العقلاني الذي يشكل جوهرا اساسيا في التكوين الانساني، لذا ستكون مواجهة العقلانية التاريخ هي المهمة الرئيسة لمدرسة فرانكفورت. فالنظرية النقدية تسعى الى ابعاد المنطق الهيجيلي ومحاولة اجعال المثالية في انطولوجيا الذات او في انطولوجيا الوجود الانساني. وهو المنحى التي آلت إلينا فلسفة التاريخ عند مدرسة فرانكفورت. إن النظرية النقدية تسعى إلى اللامعقول بقدر ما تؤكد على العقلانية مع التجديد فيها، لأن التاريخ يحمل العديد من المظاهر التي صنع العقل البشري في نفس الوقت تعبر عن بشاعة العقل في التاريخ. فإن ممارسة النقد تتم خارج أطر العقل الأنماطي لكن مع الجزم واضح حدود لدوريات هذا العقل إذ لم تبقى هناك حركة أخرى ممكنة غير إلقاء هذا المنطق التاريخي للسيطرة ونفي حتى أصل العقل ذاته تماما مثلما ليس هناك إمكانية للتاريخ خارج السيطرة وليس هناك منشأ غير آخر غير الفرد. ترتبط عملية النقد بالفعل السلبي وهو نفسه الذي يستخدم في عمل التاريخ محاولا استخراج إمكانيات كاملة وإحداث الانكشاف عن التجارب الأنطولوجية للأفراد خارج ما يقرره الشمول ويستند النقد على المادية لاعتبارها كمذهبا وإنما يقصد بالمادية تبني الماركسية كسبيل تحرير الشعوب. لذا نطرح السؤال الجوهري كيف يمكن للنقدية أو للنظرية النقدية أن تقضي على اللاعقلانية وتفتح آفاق معقولية جديدة قابلة للتأويل أو كيف يمكن ممارسة هذا التأويل؟ إن النظرية النقدية انطلقت من أزمة العقل في تأثيره السياسي في تأثيره السياسي في نقد العقل التاريخي من أجل إرساء معالمها أي معالم مدرسة فرانكفورت ما بعد هيجل وإبعاد الهيمنة الإيديولوجية عن التفكير في التاريخ، لأن الهيمنة الإيديولوجية
الوحشية سيطرت على كتابة التاريخ. يقترح علينا التفكير النقدي أن نكون مرتبطين بما يحدث في عالمنا من فوضى ولا عدالة، أي لابد أن يكون الحاضر مصدراً للنقد ومجال للتأسيس أو مجال تأسيس المشروع التاريخي للفرد باعتبار التعبير عن الرفض كما يسميه مارك يوز، أو إنه الرفض لهذا التاريخ المقبل بالسيطرة. فلم يعد تاريخ الإنسان شيء آخر غير الماضي الذي يريد أن يهرب من العقلانية التاريخ، وأصبح ذاكرة لكل معاناة. لذا يجب الاهتمام بالذات الحية أولاً التي تحفظ الحق الذي تعرفه باعتبارها كأداة لتحميل الوقائع، وبالتالي تثبت الحاضر كواجباً موضوعياً للمجتمع أحسن وأكثر سلامة وأكثر مسؤولية عفوا اتجاه الإنسانية، من استقلالية الفرد ومن قدرته على تأسيس المشاريع، انطلاقاً من رفضه للحاضر كشكل للسيطرة. فهو يدعونا إلى إعادة كتابة التاريخ الذي أصبح مسرحاً لضحايا تتعالى فيه أصوات الألم والمعاناة الناجمة عن منطق السيطرة، وتكون هناك بداية للتاريخ، أي تلك العودة إلى الأصل. يدعون كل من هولكهايمر وأدورنو في عملهم المشترك فيما تكلمت في مقابل جدل العودة إلى الأصل من أجل إخراج التاريخ من البربرية التي امتزجت ما بين العقل والبربرية، أو إلى النفس كالمواجهة إلى ذلك العقل الذي امتزج ما بين أو التاريخ الذي مزج ما بين العقل والبربرية، حتى لا تكون هناك فضيحة للعقل وبالتالي حتى فضيحة للتاريخ.